صحيح اجى قاضي القضاة والدفتر دار ونقيب الاشراف عزول ابو حاتي؟ ليه عمتي؟ وجدت مشايخ الشام كلها وخلقوا عالم كتير كتير لا بتنعد ولا بتنحصى. ليش قليل ابو حاتم؟ المخترة اخذها ابا عن جد وفضله سابق عن الناس كلها من يوم يومه. الله يعينه ويحمل معه ويصبره يا حق. امين يا رب. عمتي معناتها ما رح نقدر نفرح برجعة ابن عمي ومرت عمي؟ هلا الناس محروق قلبها على حاتم وانتي هكلاني هم تفرحي برجعة حماتك وابن عمك عمر من طبرية؟ قال بيقولوا الناس بالناس والقطة بالخلاص. هلا شبهتيني بالقطة يا بعدي؟ لك لا مرت اخي لا، عمتي ما بتعني هيك بنوب، هذا مثل وما بتقصد فيه شيء. وانت الثاني بدك تفهمني اللي بتعنيه واللي ما بتعنيه؟ انت خليك بحالك، خليك بحالك احسن لك. قومي سعدية خانم، قومي اعملي له كفين احسن لك. يو بيجي عمر ومنتواجه. هيو رعبتيني رعبتيني كتير، هال روح اشرب من طاسة الرعبة، قتلني وبكى سبقني واشتكى. يا لطيف الله يكون بعونه أم عمر، شو كانت متحملة منك؟ إيه ما حكى شي الرجال لحتى قبيتي عليه كل هالقبة؟ قال يا داخل بين البصلة وقشرتها ما بينوبك إلا ريحتها، لكن بدك تعلمني معاني الأمثال. إيه لو جايين ولاد يا دوبك قد ولادي. هلا حاجة بقى واخذوا الشيطان وصلوا على النبي. اللهم صل على النبي. هذا بدل ما تكونوا واقفين عند محاتم بالمصيبة قاعدين عم تتخانقوا. والله صدقت يا عمتي، لأم روح لعندها أنا. استني عمتي استني، أنا رايح معك مشان أشوف عمي أبو حاتم، وإذا لزم الأمر يمكن نام عنده الليلة بركة نحسن طلع من الحزن. بركي أنا التانية كمان بروح بنام عند أم حاتم. يا حصرتي محروق قلبها على حاتم. وكيف بدك تتركي مرتخي تنام لحالها بالبيت؟ لا عمتي لا، روحي لك شوي ورجعي لهون. شوف سلفي لا تأسر لعمتك من شاني، إذا بدها تروح تنام عند أم حاتم خليها تروح تنام، أنا هلأ ببعت خبر لبنت جيراننا هدية وبخليها تجي تنام عندي هون. نومي برا لا يعني لا. مثل ما بدك تقبرني. خليها تروح مشان ارتاح منه ومن نقة تضرب أنت وياها.